رالي كان كتير حلو، تريزي بانك يعني مثل العادة تعودنا عليها، بس كان فيها تصحيط أول دو باساج يعني، بعدين تالت وحدة مش الحال. الجديدة بتعقد مش جديدة يعني، بدك وقت يعني. أنا كنت كل الأول يعني ثلاث مرات كنت عم حسن، كان وقتي عم حسن وقتي يعني، كان كتير منيح رالي بعقد. أنا بزيت الفئة مع الشباب، بس ما عندي قوتهم يعني، أنا معي 200 حصان، هني معهم أكثر مني يعني، ما بقدر إني أقرب عليهم. وفي شخص كتير هيك حبيب القلب، هو بشارة بشير، السنة منه معنا، وخسارة كتير كبيرة يعني، خي وصديق ومنافس. أنا كتير ما بعرف شو بدي أقول، بس كتير كتير مش حلو يكون مش موجود بشارة. بدي اتشكر غسان خوري لانه هو بحضر السياره وهو كل شيء، بيتعب كثير معي. بتشكره من كل قلبي. في باتسيري سيغون صاحبي وصديقي لي وخيو، بتشكره من كل قلبي، عم بيساعدوني، وكتر خير الله وصلنا بالسلامه. ودولين بذات الوقت كمان كثير منيحه، وفي الكوبيلوت تبعولي القديم اندريه كمان عم بضلوا معنا وساعدنا، كتر خير الله.